الفنان أحمد بدير، طائر الليل والحزين والزيني بركات وحلم الليل والنهار، أبواب المدينة وزيزينيا. وفي المسرح تألق وحقق نجاح كبير في العديد من الأعمال، من هرية وسكينة، بكالوريوس في حكم الشعوب، الصعايدة وصلوا، على الرصيف، دستور يا أسيادنا. هو تاريخ طويل من العطاء. الفنان الكبير أحمد بدير صاحب مدرسة خاصة في الكوميديا، جوكر كل العصور، واحد من فرسان المسرح، قدر أنه يرسم على وجوه الجمهور العربي الابتسامة. ليش لا وهو صاحب الصعايدة وصلوا؟ منو ينسى الصول عبد العال في ريا وسكينة؟ مهما سولفنا عنه ما راح نوفي حقه. النجم المصري القدير أحمد بدير، حي الله من طلع علينا بسراي. قبل أن نأخذ النجم القدير أحمد بدير من جمهورية مصر العربية، ريم شنو استعداداتك حق العيد؟ والله ما استعدينا ولا شيء، يعني بظل هذه الظروف أحس العيد يعني ما راح يفرق معنا شيء، بس ودي أسوي شيء بسيط، يعني على الأقل حلويات العيد نقدر نروح نشتريها، مع أن الجمعيات يقولك أنه خلاص مسكرة ما راح تتبطل حتى بالعيد. نعم، هو الأهم أن احنا نكون مستعدين. صحيح. ونستقبل العيد نفسيا، وما شاء الله يعني في الفترة الأخيرة أتوقع حتى النساء والحريم اللي ما تعرف تطبخ فهي تعلمت شلون تطبخ. وإحنا دائماً هني في برنامج سراي نحاول إن إحنا نكون على تواصل دائم مع نجومنا في الكويت والخليج الوطن العربي، ومعنا الحين على الهوى ومن مصر النجم المصري الكبير أحمد بدير. عيدكم مبارك مقدماً أستاذ أحمد. عساكم من عوضة صالح انت وريم وشعب الكويت الحبيب الجميل المحبب إلى قلوب المصري. الله يسلمك، وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيب وبصحة وبعافية، واحنا سعداء ان انت اليوم عطيتنا من وقتك ومعنا اليوم على الهوى. السعادة لي انا والله، انت ما تعرفش اصرينت بالنسبة لي ايه. الكويت دي حبيبتي. نعم، يعني انا اكتر اكتر دولة عربية عرضت فيها مسرح الكويت، يعني انا عرضت فيها الصعيدة وصل وعلى الرصيف وعيلة عشر نجوم، كانت مسرحية مصرية كويتية مع بعض للنجوم، وحاول كتابة ذاتي وعملت مسرحية أطفال اسمها فيولا. لا يعني الكويت لها تاريخ في حياة الفنية والإنسانية بصراحة. أستاذ أحمد يعني حتى أنت موجود في ذاكرتنا وفي تاريخنا الكوميدي المميز، نبي نسألك بما أنك أنت تحب الكويت والشعب الكويتي، شنو انطباعك عن الشعب الكويتي وذوقه في الأعمال الكوميدية؟ بصي الأصل أنا هتبقى شات مجروح، أنا ليا أصحاب كتير جدا جدا في الكويت وعشرة عمر، يعني عشرات السنين، مش عشرة واحدة، عشرات السنين، يعني من أول عيلة أبو حمد، سعود أبو حمد وعبد الله أبو حمد وسلمان أبو حمد، ويعني كل عيلة أبو حمد دول إخواتي وحبايبي، يوسف عميري وبيت الأمة وعبد الله العتيبي وعبد الرحمن عقلي وطارق العلي والمنتج رحمة الله عليه رشود اللي عملت معاه إلى عشر نجوم، وعبد محسن الخلفان وعبد الناصر درويش ومحمد عجيبي، لو قعدت عد هعد يعني لغاية بكرة الصبح. فكل دول أصحابي وحبايبي، ولما بروح الكويت بحس إن أنا في بيتي هناك. والكويت ليها ذكريات، إن أنا كان أول بطولة مسرحية اللي هي الصعيدة وصلوا كانت في أول عرض ليها في الكويت، ولقت نجاح كبير جدا، وكذلك على الرصيف وإلى عشر نجوم. لا يعني الكويت ليها ذكريات جميلة في حياتي وفي علاقاتي الإنسانية مع كل أهل الكويت الحقيقة، وليهم معزة، وأنا عارف إن أنا هم كمان بيعزوني طبعاً. طبعاً هذا مما لا شك فيه. أستاذ أحمد، تتذكر أول مرة زرت حضرتك فيها الكويت وقدمت المسرحية، وشون كان استقبال الجمهور الكويتي لك؟ لا استقبال غير طبيعي، لما رحت أول حاجة بع الرصيف كان لا يعني أنا بقول لك نجاح ويعني حس الإفهات بقى اللي أنت عارف بتاعت النكت بتاعت الصعيدة وصل دي، لا يعني كانت بتعلق معهم جدا جدا. والمسرح طبعا كان مليان إخواتي من الكويت ومن المصريين برضو اللي كانوا هناك،
وكان نجاح رائع، ما عندكش فكرة يعني الواحد خد جرعة وباور ازاي وهو بيعرض هناك. ولما عملت عيلة 10 نجوم مع محمد عجيمي وعبد الناصر درويش وزهر عرفات وعبد المحسن الخلفان، لا نجحت، كنا بنعرض ماتينيه وسواريه في اليوم وعرضت 20 ليله هناك ما شاء الله. وما عندكش وبعدين بقيت اخد بقى، استغليت انا بقى الـ بعض المرادفات في الكلام والاختلاف في اللذيذ في الاكل وفي الاسماء، فكانت ناجحه جدا التجربه الحقيقه. بصراحة أستاذ أحمد إحنا جدا زعلانين بسبب غيابك هذه السنة 2020 إن أنت ما عندك عمل إدرامي، فأكيد في مشكلة، شنو هي يعني برأيك أنت المشكلة؟ لا هقول لحضرتك حاجة. أنا ليا السنة اللي فاتت طبعا كان في حكايتي، السنة دي كان ليا مسلسل اسمه عيلة اسمه يانا يا جدو، بس الحقيقة كان بيتذاع في روتانا وفي المحور وفي بعض القنوات في كذا دولة، بس يمكن بعد رمضان بقى والعيد إن شاء الله يتشاف بشكل أحسن، إنما كان مسلسل كوميدي لذيذ ومحقق نسبة مشاهدة عالية الحمد لله. ف يعني كويس متواجد برضه إن شاء الله. خلاص منتظرين إن شاء الله بعد رمضان نشوف العمل. والله يا ريت إن شاء الله. إن شاء الله بانتظارك وبانتظار كل أعمالك التلفزيونية والمسرحية. أنا بما إني على الهوى معك وهنا بقى اسمح لي أقدم تهنئة لشعب الكويت العظيم بمناسبة نهاية شهر رمضان المعظم والاحتفالات بالعيد المبارك إن شاء الله عيد الفطر، وإن شاء الله ناخد ثواب هذا الشهر الكريم اللي أول رحمة وأوسطه مغفرة وآخرة وعتق من النار، ربنا يجعلنا منهم يا رب بحق النبي. آمين. وعايز أقول تحية لسمو الشيخ صباح الأحمد ومن شعب مصر، وتحية لشعب الكويت، وعايز أقول بقى إن والنبي لازم نعرف إن العلاقة بين الشعب المصري والكويتي لا تنفصل أبدا، وهي علاقة تاريخية، علاقة صهر ودم وتاريخ، فمش أي حد له أغراض سواء من مصر أو من الكويت هيبوظ هذه العلاقة. احنا علاقتنا أكبر من كده بكتير، شعب الكويت في قلبنا وقيادته، والشعب المصري بيحبكم، وعارفين كمان ان الشعب الكويتي الجميل بيحب الشعب المصري، فما فيش حد، ما فيش مخلوق في الدنيا هيقدر يلعب في هذه العلاقة المتأصلة الجميلة. نعم، وهذا شيء كلنا عارفينه وحافظينه، وهناك علاقة وثيقة بين الشعب الكويتي والمصري. طبعاً هناك طبعاً. بعض الأصوات النشاز إذا نقدر أن احنا نطلق عليها أستاذ أحمد بتقول لهم إيه؟ بص يا صالح، الأصوات دي بتطلع من الكويت وبتطلع من مصر، خلي بالك ما احنا عندنا برضو ناس ليهم أغراض. نعم. احنا عندنا ناس ليهم أهداف خبيثة زي ما عندنا زي ما عندكم، بس دول قلة وفي النهاية مش هيأثروا على علاقتنا ببعض. نعم أكيد. كل الشكر. ولا يا ريم ولا أنا مش مظبوط؟ لا أكيد باقي يدرون يأثرون في علاقتنا، علاقة جدا متينة، علاقة حب ما بين الكويت ومصر معروفة، يعني بس ما أنت ذكرت قلة من القلائل لا تشكل لنا شيء. أكيد كل الشكر لك أستاذ أحمد. ولا ليها أي معنى، ولا ليها أي معنى، احنا بس بنبقى في هذا الشهر العظيم الكريم وفي ظل هذه الجائحة ان احنا الأمة العربية تبقى قلبها على قلب بعض أكتر، لأن في ناس ليها أغراض ان هم ينفردوا كل دولة على حدة، انما طول ما احنا إيد واحدة وقوة واحدة محدش هيقدر يقهرنا. صحيح. الله يحفظك فناننا النجم المصري الكبير أحمد بديه، شكرا على وجودك معنا اليوم من خلال برنامج سراي، وإن شاء الله دائما نشوفك بأعمال مميزة ومختلفة من خلال المسرحيات أو المسلسلات. ما زلنا مكملين معاكم وضيوفنا ونجومنا اللي قاعد نستقبلهم من خلال السكايبي. خلونا نشوف هذا التقرير عن مخرج يعتبر من أهم المخرجين اللي موجودين على الساحة الخليجية، وفي كل عام يقدم عمل أحلى من الثاني. خلينا نشوف هذا التقرير عنه.